اي مواريد انا لا 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 بينا هي. بسم الله. اي مو قلت لي طلبني؟ استعدري داخل يعني ثاري. اي رجل سيء السمعة من سمعتها القيصر كاظم الساهر قال لك هاي كاتب علي. الميزة الجميلة بأستاذ كاظم يحب يعرف حدث الأغنية. حدث الأغنية. حدث الكاتب ليش كتبت شنو؟ نعم صحيح. يحب مرات يسمعها بصوتك. ليش تعتقد هل هذا يساعده بالتلحين ربما؟ لا لا حتى يعيش. نعم. الله رحمه طالب قرالي يقول أغنية عزاز. نعم. كلمات الكبير زمن سعيد فتاح يقول مخليها بجيبي يقول أصعد على جسر الصالحين يروح الإذاعة يقول طلعها وقراها إلى أن حفظتها. يقول مرة يقول عزاز والله عزاز عزاز أخير شيء يقول صحت بعد فجرت صحت عزاز بصوت عالي قلت هو هذا اللحن. يقول رجعت للفندق كان ساكن الفندق. نعم. رجعت مسجلت اللحن فلازم تعيش. فكان يريد يعيش يحفظ الكلام ويفهم القصة. نعم. يفهم الموضوع شنو يغني وليش يغني ويعني تسمعها بنمرة الصوت انفعالات الشاعر. الشاعر نفسه هو طبعا الشيء الحقيقي يعني احنا بالعامية نسميه موسلي. نعم. اي يعني صحيح تأني. اريد اسمعها او جزء منها. يقول هذا ما قالوه عني هذا ما قالوه عني لك بعض الاصدقاء انني سيء السمعة انني زير نساء انا ما كنت نبيا او وصيا مثل باقي الاوصياء انما قالوه عني ادعاء غير اني اعترف معجباتي بالمئات وحبيباتي تعد بالعشرات قائمه طويله باجمل الاسماء علياء قد كانت اولى حبيباتي وهند يا هند آخر عشيقاتي وكانت الأشقى كان اسمها ميساء يا سحرها يا شعرها يا خصرها ما مثلها قد أنجبت حواء الله لكنها كانت لعوب جامحة مشاكسة تمتلك كل صنوف الأسلحة قاتلتها قاومتها لكنها في كل جولة رابحة يا ويلتي يا لوعتي الداء كانت والدواء